السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح افتح معاكم هديه بنتي اللي معودتكم كل شهر اسوي لكم فيديو عليها. طيب نفتحها معاكم ونشوف. طيب هذه لعبه، اتوقع انك تعلم الطفل كيف يجمعهم ويسويهم، يقدر يسوي لهم زي الحلل تريد تنفتح من داخل. طبعا مقسمين من فوق مثل ما تشوفون باب لهم مع بعض، تلصقهم كذا، وفي انك تحط خيط فيهم، وفي هذا اللي فتحتهم وتغير الاشكال اللي تبيهم، ان تركب هذا الشكل على الشكل الثاني او ان تسوي ذي الحركه. مثل ما تشوفون مره. ثاني حاجه حمايه البشره للاطفال، ما تشوفون هذا اسمه. ثالث شيء ما ادري ايش اسمها هذه اللي يحطوها على الصدر للاكل، تلبس كامله من ورا مثل ما تشوفون هنا، تكون كاملة. والشيء الأخير هو حافظة للسفر لأي مكان تقدر تأخذها، تقدر تحط فيها الأشياء دي لك. وبس هذه الأشياء اللي جات الشهر هذا، فإن شاء الله عجبكم الفيديو. مثل ما قلت لكم اللي راح يسأل الموقع هذا شنو هو الأشياء دي، هذا اسم الموقع. ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، وانتظروني فيديوهات ثانية. والسلام عليكم.